هذيك كاوله استاذ كيدار عليها ما بيناتهم ما بين الاطراف السياسيه تحالف الرباعي ديالهم داكشي شغلهم هذوك تحالف الرباعي اغلبيه ديالهم كاين كاوله مع بعضيتهم داكشي شغل ديالهم حنا جينا معارضين مكمولين صوتنا حنا كمعارضه ما ميز تكون معارضه كتغلب الاغلبيه في وسط الجماعه اذا السي العمده خصو يسوال تمشي في حاله هذه فهمتي وشكرا الحاجه اللي الانسان كيشمئزلها هو ان حزب ديال الاستقلال في الاغلبيه وثلاثه الناس كيصوتوا قدامي كاين جوج النواب ديال العمده كيصوتوا ضد العمده كيصوتوا ضد اللائحه اللي قدم العمده اللي كتواجد فيها انا فشنو غنسميو هذا العبث بارطه المسرحيه خصنا نشوفوا بعد بعد دابا خصو العمده والمكونات ديال الاغلبيه خصهم يفتحوا الاحزاب ديال الاغلبيه خصهم يفتحوا باب التحقيق في هذا الشيء هذا ويشوفوا يوضعوا النقط على الحروف لان ما رضاو شي اننا نتعرض نشاركوا في مسرحيات ممنهجه اللي كيقتلوا فيها الديمقراطيه وكيضحكوا فيها ماشي غير على المنتخب اولا كيعطي واحد الصوره سيئه على المنتخبين اعضاء ديال الاحرار 13 ديال الناس كانوا حاضرين في القاعه وكانوا كيصوتوا اذا اتهامات باش ما تبقاش تسيب عليا الفشل ديالك راه نشوفوا اللوائح ديال الحضور وغنشوفوا شكون هو الحزب اللي كان حاضر اليوم هو حزب الاحرار 13 الناس سيده واحده اللي غايبه هي اللي السيده يماها توفات البارح ولا البارح دونك كاين الفريق الطام اللي هو كيشكل اغلبيه واللي عنده عمده من دينا فيه خمسه الناس استقلال مقسوم على جوج الاتحاد الدستوري انتم شنو واقع جوج الناس كيسنيو في البيان قال لك عندهم سته في البليج كنا كنحسبوا يعني مع المنسقين الجوي اذا به في الاخر كنجبروا راسنا قدام واحد كيصوت عبد العظيم الطويل طبعا طبعا لان علاش جبنا هذا الشيء لان كان واحد مجموعه ديال اللغط قبل الدوره كانوا كيقولوا بعض الاعضاء ما يحضروش بعض حنايا عملنا اجتماع البارح مع المنسق الاقليمي بحضور الاغلبيه ديالنا ديال الحزب السيد المنسق الاقليمي ولا الجهوي عطاو توجيهات على ان الحضور ضروري ومؤكد فالحضور اليوم هذه الاحرار تبشوا 13 الناس منضبطين كانوا غايه الانضباط كنتفاجئوا وكنتاسفوا على الطريقه اللي مرت بها الديمقراطيه ما عندي حتى شي حاجه مع السي محمد الشرقاوي هنيئا له كنتمناو له التوفيق وكنتمناو له يكون قيمه مضافه للمجلس اننا نحن لا ننهتوا على المناصب لان اولا اللي فرض عليا انا ما طلبتش باش نترشح لنائب العمده كان من رئيس لجنه وانا مرتاح كنعمل واحد في اطار واحد المهام ديالي ولكن المؤسسه ديال الحزب ما ان في اطار التوافق ديال الاغلبيه
عطاوني الاحرار يعطيو مرشح فالحزب ديالي قدمني، ما يمكنليش نقول لا ما كنرجعش للور، ولكن ما يمكنليش نسكت على المهزله، وما يمكنليش اليوم نجي ونسكت على واحد مجموعه الناس كتامر عليا. كاين جوج ديال النواب العمده في المكتب كيصوتوا ضدي، كاين ثلاثه ديال الناس من حزب الاستقلال، كاين خمسه الغيابات ولا سته حتى سبعه ديال الحزب اللي كيقود الجماعه، اذا العمده ما قادرش يجمع اغلبيه. غير هاد النعال بحال هادو يكونوا عاقلين على مستوى جميع المقاطعات في طنجة كاملة، العالمية ديالهم، باش حنا نقولوا هاد الشباب هادو هما نسولوهم التعليم في أرض الطاقة ديال معرفتهم. باهي.